قل أعوذ برب الناس وصف لحالة النبي عليه الصلاة والسلام، وسر لعظمة النبي عليه الصلاة والسلام، وطريق إلى أن تكون عظيما، يعني بنوع من أنواع العظمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. هل تحب أن تكون رحيما حقيقة؟ هناك من يتظاهر بالرحمة أمام الناس وهو ينطوي على قلب قاس كالحجر. هناك من يحكم حكما عادلا ليقال عنه عادل، فلو خلا إلى نفسه لا يحكم هذا الحكم. لذلك إذا أردت أن تكون أخلاقيا حقيقة، أخلاقا أصيلة نابعة من الإيمان لا من الذكاء، إن هذا طريقه الاتصال بالله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب الناس وملك الناس وإله الناس جمعت في قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. وعندنا سؤالين: لماذا رب الناس مع أنه رب العالمين؟ ولماذا ملك الناس مع أنه مالك الملك كله؟ ولماذا إله الناس مع أنه إله العالمين؟ قال: هذا تخصيص تشريف للإنسان، هو رب العالمين. ولكن في هذه السورة جاءت رب الناس، ملك الناس، إله الناس، تخصيص تشريف وتكريم لهذا الإنسان. ولماذا التكرار؟ تكرار توكيد. ما معنى رب الناس وما معنى ملك الناس وما معنى إله الناس؟ الرب أيها الإخوة الأكارم هو المربي، ولا يتضح معنى الربوبية إلا بمثل نضربه. لو أن مزارعا زرع فسيلة، زرع نباتا، عليه أن يسقيه، عليه أن يمده بالسماد، إذا ظهر عليه مرض عليه أن يكافح هذا المرض بالمبيدات، عليه أن يعرف طبع النبات، أيحب الشمس الساطعة أم شمسا مخففة أم ظلا ظليلا، أتكون السقيا كل يوم أم في الأسبوع مرتان أم في الأسبوع مرة. يعني إسقاء هذا النبات، سقي النبات وتسميده وتقليمه ونقله من مكان إلى آخر ومكافحة أمراضه، هذا نوع من التربية. فماذا تحتاج التربية؟ تحتاج التربية إلى علم. ما من مرب إلا وهو عليم بطبيعة الذي يربيه، ماذا يحتاج، ماذا يصيبه، كيف تكافح هذه الأمراض، ما طبيعة هذا النبات. فالله سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين وجب أن يكون عليما بخلقه، ووجب أن يكون خبيرا بهم. وفرق دقيق بين العلم والخبرة. قد تكون عالما ولكنك لا تستطيع أن تتنبأ ما سيكون، قد تصنع هذه الأداة ولا تعرف أين نقاط ضعفها، على الاستعمال تبدو لك نقاط الضعف تقويها، إذن أنت لا تملك الخبرة الكافية. معنى الخبرة يعني هي الحقائق المستندة من التجارب الطويلة. لكن الله سبحانه وتعالى علمه أزلي وخبرته أزلية، فلا بد من أن يكون رب الناس عالما، ولا بد من أن يكون رب الناس خبيرا لهذه النفس، ولا بد من أن يكون رب الناس قديرا
كن فيكون. ولا بد من أن يكون رب الناس غنيا، ولا بد من أن يكون رب الناس حكيما. قد تصب على نبتة رقيقة ماء كثيفا فتكسرها، تقول تحتاج إلى ماء، لست حكيما، تحتاج إلى ماء خفيف. لا بد من أن يكون عليما، ولا بد من أن يكون خبيرا، ولا بد من أن يكون قديرا، ولا بد من أن يكون غنيا، ولا بد من أن يكون حكيما، ولا بد من أن يكون إشرافه مستمرا. فلو غاب صاحب هذه الفسيلة وسافر وعاد قد يراها قد ماتت بسبب غيابه عنها. لا بد من إشراف دائم، فالإشراف الدائم والغنى والقدرة والعلم والخبرة والحكمة، هذه بعض الأسماء التي لا بد من توافرها في المربي. فإذا قلت قل أعوذ برب الناس، رب الناس هو الذي يمدهم بما يحتاجونه. أنت بحاجة إلى الهواء، الهواء موجود، ونسبة الأكسجين إلى غاز الفحم نسبة مدروسة. فلو زاد هذا الغاز على حساب هذا الغاز لاختلت الحياة، لو زاد الأكسجين لاشتعل كل شيء في الأرض، ولو زاد غاز الفحم لاختنق كل شيء. لكن هذه النسبة الدقيقة. وكيف أن النبات يعطينا غاز الفحم في النهار ويستهلك الأكسجين، وكيف أن الإنسان يعطينا الأكسجين النبات ويستهلك غاز الفحم، وكيف أن الإنسان بالعكس يستهلك الأكسجين ويعطي غاز الفحم. أمدنا بالهواء، أمدنا بالماء الذي لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له، يتبخر في درجة 14، إذا تجمد تقل كثافته على خلاف عناصر الأرض كلها. لو أنه كعناصر الأرض إذا تجمد تقلص وانتمش وزادت كثافته لانتهت الحياة من على سطح الأرض. مربي، لأنه أعطانا الهواء، هو عالم وخبير وحكيم وغني وقدير ومشرف، أعطانا الهواء بنسب ثابتة، أعطانا الماء بمواصفات مثالية، جعله عذبا فراتا، وفي البحر جعله ملحا أجاجا، وحول مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة عن طريق الأمطار. ببعض البلدان العربية في وحدات تحلية، كل لتر من الماء مكلف 3 ريالات، كل لتر ماء، ومع هذا لا يصلح للشرب لأنها مياه لا تناسب الإنسان، لا بد من خلطها بمياه الآبار حتى يصلح للشرب. أمدنا بالهواء، أمدنا بالماء، أمدنا بالنبات، لولا النبات لما عاش الإنسان. ألقي نظرة على النباتات، نباتات محاصيل، خضروات شتوية، خضروات صيفية، خضروات ربيعية خريفية، تقطف تباعا، المحاصيل تقطف دفعة واحدة، قوام غذاء الإنسان. الأشجار قد تستفيد من ثمرها أو من ظلها أو من جذعها أو من أزهارها أو من أوراقها، أنواع النباتات. أمدنا بالنبات بشتى أنواعه، أمدنا بالحيوان. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم. ألقي نظرة على طفل يقود جملا واتل هذه الآية، وذللناها لهم. أما العقرب غير مذلل، الأفعى غير مذللة، إذا رأى رجل عقربا قفز من مكانه وصرخ بأعلى صوته، أما الطفل يمسك جملا ويقوده. أمدنا بالحيوان، هناك حيوانات نأكل من لحومها، هناك حيوانات نركبها، هناك حيوانات نحمل عليها أثقالنا،
هناك حيوانات نستفيد من جلودها، هناك حيوانات تحرسنا، هناك حيوانات تنظف البيوت، هناك حيوانات تنظف البراري، أنواع منوعة لا يعلمها إلا الله. هناك أسماك نتغذى منها، نستمتع بمنظرها، أسماك زينة، في محلات أسماك زينة كأنه هذه من صنع البشر. تلاقي السمك الشفاف والأسود الفاحم والرقيق والمسطح، وله أجنحة وله ذيلين وله شاربين، أنواع لا يعلمها إلا الله. لماذا خلقت هذه؟ من أجل أن تستمتع بها. أسماك تأكل منها، أسماك تستفيد من أحشائها من كبدها، حيتان، أسماك صغيرة، الأطيار، أنواع منوعة. ما معنى رب العالمين؟ يعني أمدنا بكل هذا. حياتنا فيها هواء وفيها ماء وفيها نبات وفيها حيوان وفيها أسماك وفيها أطيار، بعدين في جبال خزانات للمياه، مصدات للرياح، أوتاد في الأرض أن تميد بكم، رواسي شامخات، هي الجبال، الوديان، بيت ذراعي بدون مقابل عم يكلف البيت 50-60-70 ألف ثمنه، أما الوديان بيوت ذراعية ذات بيئة محمية كما تسمى الآن بلا مقابل، تزرع فيها خضروات مبكرة وتربح منها أرباحا طائلة. الأغوار، فالأغوار لها فائدة، السهول لها فائدة، الجبال لها فائدة. فمعنى رب العالمين أمدنا بكل هذا، ثم سخر لنا الشمس وما فيها من حرارة، لو انطفأت فجأة لانتهت الحياة من على سطح الأرض، لأصبحت الأرض كوكبا جليديا حرارته 250 تحت الصفر ولانتهت الحياة. أمدنا بالقمر، أمدنا بالبحار الملطفة للأجواء. قال لولا الماء على سطح الأرض، لولا الماء على سطح الأرض لأصبحت حرارة المكان الذي يرى الشمس 250 فوق الصفر، وإلى جانبه في الظل 250 تحت الصفر. كما هي الحال في القمر الآن. القمر إذا وقف الإنسان الرائد الفضائي في الشمس 250 فوق الصفر، وقف في الظل 250 تحت الصفر، ما في هواء لأنه يلطف الأجواء، لا في ماء. الماء والهواء أجهزة تكييف رائعة جدا للأرض، الماء والهواء. أمدنا بالأنهار بالبحيرات، معنى الرب الممد، لكن ممد يجب أن يكون عالما وخبيرا وحكيما وغنيا وقديرا ومشرفا إشرافا دائما. فإذا قلت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، والله الذي لا إله إلا هو، يعني كلمة رب العالمين لو أنك بقيت السنوات الطوال تتحدث عن نماذج الربوبية ما يمدنا الله به من حاجات لما انتهت هذه الأيام والسنوات. الجنين في بطن أمه، من يمده بالغذاء؟ من خلق له المشيمة يأخذ غذاءه منها ويصفى دمه عن طريقها، وفيها هرمونات تشرف على أجهزته الداخلية. المشيمة وحدة تكاد تكون دماغ ونخاع شوكي وكبد وجهاز تصفية دم رئتين وقلب ومستودع للغذاء، المشيمة. من كون هذا الجنين في بطن أمه؟ يحتاج إلى مواد معينة، يحتاج إلى بوتاس، إلى كالسيوم، إلى فسفور. هذا الرحام تعبير عن حاجة الجنين، قد يحتاج الجنين إلى مادة البوتاس فتشتهي الأم أكلة معينة. حار العلماء في هذه الظاهرة، يعني حالة المرأة الحامل عجيبة جدا، تشتهي أكلات نادرة لا علاقة لها بالموسم. هذا الذي تشتهيه تعبير عن حاجة الجنين الذي في بطنها، هو رب العالمين، لأن هذا الجنين لا يستطيع أن يتكلم ويقول بدي بوتاس، ناقصني بوتاس.
الله سبحانه وتعالى يخلق حاجة في نفس الأم لهذا الطعام فتأكله فيذهب إلى الجنين مباشرة. من أمد الجنين؟ من جعل دمه يصفى عن طريق المشيمة؟ في رئتين وفي قلب معقلتان، بمجرد أن ينزل الجنين إلى الأرض، هكذا قال الأطباء، قال تأتي جلطة فتغلق الثقب الذي بين الأذينين. ربنا عز وجل حكمته بالغة، ما دام ما في رئتان معقلتان في بطن الأم والتنفس معقل، كيف يصفى الدم؟ عن طريق المشيمة. إذن دورة الدم الصغرى من الأذين الأيسر إلى الرئتين إلى الأذين الأيمن، هي دورة مغلقة معقلة الآن، في فتحة بين الأذينين. كشف عالم اسمه بوتال، قالوا هذا ثقب بوتال يمر به الدم من أذين إلى أذين، أما الطريق نحو الرئتين مغلق ورئتان معقلتان. قال بمجرد أن يولد الجنين وينزل إلى الدنيا تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب بين الأذينين، فيتحول الدم إلى الرئتين ويستنشق الوليد الهواء ويتنفس. طيب، من أجل أن تصل يد إنسان إلى هذا الثقب فتغلقه بعملية، هذه العملية تحتاج إلى 70 أو 80 ألف ليرة قبل 10 سنوات، واحتمال نجاحها بالـ130. تركيب قلب صناعي وربط الأوردة والشرايين إلى القلب الصناعي وفتح القلب وتخييط الثقب ثم إغلاقه ثم تنسيده، فإما أن ينبض أو لا ينبض، فإذا لم ينبض يكون عظم الله أجركم مات الغلام. قال تأتي جلطة، يد من تأتي وتغلق هذا الثقب بين الأذينين؟ لكن ربنا عز وجل حكيم، 100 ألف غلام تأتي جلطة بيد القدرة فتغلق هذا الثقب، وربنا عز وجل بدع غلام واحد كل 100 ألف الثقب لا يزال مفتوح، اسمه داء الزرق، يمشي الطفل 3 أمتار بيوعى من تعبه، انه الدم بيختار الطريق الايسر، طريق الرئتين صار طويل عليه، بدل في ثقب مفتوح من هون بمرق الدم رأسا ما بيصفى، وشو ازرق الطفل بصير لا يقوى على السير 5 أمتار، بيموت غالبا بال 12 او 13 سنة، اقصى عمر له 13 سنة بيموت بعده. لي صديق له بنت هكذا توفيت مع داء الزرق، يعني هالثقب لم يغلق. هذا رب العالمين، من يربي هذا الجنين في بطن أمه؟ من يربي؟ الله سبحانه وتعالى. نزل إلى الدنيا، من جعل له هذين الثديين؟ حليب معير، مو تعيير أسبوعي أو شهري كما نفعل نحن، تعيير يومي، بل قال بعض العلماء تعيير لكل وجبة، لو أخذنا حليب الأم كل وجبة وحللناه نلاقي العيارات خاصة. ساخن في الشتاء، بارد في الصيف، معقم تعقيما كاملا، فيه مناعة الأم، يهضم في أقل من ساعة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، على تفسير بعضهم. إذن الله سبحانه وتعالى يقول قل أعوذ برب الناس، هذا الرب العظيم الذي أمد الإنسان بكل ما يحتاج، أمده بالهواء والماء، أمده بالطعام والشراب، بالنبات والحيوان، بالشمس والقمر، بالجبال، بالصحارى، بالوديان، بالبحار، بالأنهار، أمده بالبنين، بالأولاد والبنين. هذا الذي يستحق أن تعوذ به، هذا الذي هو أهل أن تستعيذ به، أن تحتمي به، أن تلجأ إليه، أن تستنصره، أن تحتمي بحماه، لا أن تحتمي بحما إنسان. الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يحمي نفسه، لذلك أرجحنا عقلا يعوذ بالله سبحانه وتعالى، وكلما قل عقل الإنسان
عاد بغير الله، ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. عرض برب الناس في الطائف قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين إلى من تكلني؟ إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يعني إلك مع الله هيك مواقف، هل تستعيذ به إذا خفت مخلوقا؟ هل تلجأ إليه؟ هل تحتمي بحماه؟ إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. رب الناس الذي رباك في بطن أمك، يد من امتدت إليك فأغلقت هذا الثقب، ولولا أنها أغلقت هذا الثقب لكان في عداد الموتى، لكان أحدنا في عداد الموتى وهو صغير. قل أعوذ برب الناس. شيء آخر، كل عضو في جسدك يحتاج إلى مواد خاصة. قال: الأسنان أقسى مادة على سطح الأرض الألماس، لأن الألماس عبارة عن فحم صافي تعرض لضغط منقطع النظير وحرارة تفوق 5000 درجة، حرارة عالية جدا وضغط عالي جدا صار ألماس. أقسى عنصر على وجه الأرض هو الألماس، بعده ميناء الأسنان، بعد الألماس ميناء الأسنان، بفضل مادة اسمها الفلور، لو نقصت لسقطت الأسنان كلها. من وفر هذه المادة؟ الفلور. الفلور مهم جدا، حتى أيام بضيفوه إلى الماء من أجل سلامة الأسنان. هي الغدة الدرقية تقوم بأخطر دور بالإنسان، الاستقلاب، تحول الغذاء إلى طاقة، فتلاقي شخص نشيط جدا وبيأكل أكل جيد وقوامه رشيق، وتكون الغدة الدرقية من أعلى مستوى عم تحول الغذاء إلى طاقة. هالاستقلاب يحتاج إلى مادة اسمها اليود، من وفرها في غذائنا؟ سمك في يود، كل طعام مستخرج من البحار في يود. البنكرياس في مادة بدها اسمها الأنسولين، من وفرها؟ ما معنى الرب؟ الممد يعني، أمد الغدة الدرقية باليود، وأمد الغدة وأمد البنكرياس بالأنسولين، وأمد الأسنان بالفلور، وأمد العظام بالكلس، وأمد الأعصاب بالفسفور، وأمد الدم بالحديد، فينا حديد وفسفور ومغنيزيوم للبنكرياس الأنسولين وفلور، شيء عجيب جدا. من أمد الإنسان بهذا الغذاء المعدني؟ لك تفاح في حديد، عدس في حديد، ما بتلاقي في الاسمار حديد، يعني حديد مركب، أملاح الحديد. فربنا عز وجل هو الرب، معنى الرب يعني الممد. فإذا أصابك مكروه فقل أعوذ برب الناس، لا تقول فلان ابن عمي صاحبي إيده طايلة، هذا نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس. قال بعض العلماء: الملك هو الذي يحكم ولا يملك، والمالك هو الذي يملك ولا يحكم، والله مالك وملك، مالك وملك. بعضهم يقرأ في الفاتحة ملك يوم الدين، وبعضهم يقرأ مالك يوم الدين. الله مالك وملك. بعضهم قال الملك
هو الذي يملك العقلاء يأمرهم وينهاهم، والمالك هو الذي يملك الجمادات. على كل معنى ملك بأوسع معانيها، الله ملك الناس. من يملك سمعك أو بصرك أو قلبك أو دماغك؟ من يملك عدوك؟ الله سبحانه وتعالى. معنى المالك يعني حر التصرف في ملكه، هذا في ملك الله، لا يستطيع هذا المخلوق أن يتحرك إلا بأمر الله. إن شاء قبضه، وإن شاء أطلقه، إن شاء أمده، وإن شاء منع عنه الإمداد. معنى الملك أو المالك هو الذي بيده مقادير الأمور. فينفت دائرة فيها 80 موظف، لا يستطيع أحد أن يوقع لك إلا المدير العام، إما يكتب موافق أو غير موافق. الذي يملك تنفيذ هذا الأمر هو المدير العام، ولله المثل الأعلى. فلذلك معنى ملك يعني هو الذي يملك كل شيء، أعضاءك، حواسك، أجهزتك، زوجتك، أولادك، أعدائك، أصحابك، جيرانك، خصومك، منافسيك، القوى الطبيعية كما يسميها بعض الناس، الرياح، من يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أثارها على 800 كيلو بالساعة تدمر كل شيء. في أعاصير بأمريكا لا تبقي في المدينة شيئا، الأمنية بتطير. 800، من يملك الرياح؟ الله سبحانه وتعالى. من يملك الأمطار؟ إفريقيا 7 سنوات بلا أمطار. في عندي صور كيف تموت الحيوانات في عرض الصحراء جفافا. من يملك المطر؟ إذا حبس الله المطر من يملكه؟ كان الفرات يفيض علينا، يطوف، يدمر القرى، الآن كنهر بردة صار. من يملك الماء؟ الله سبحانه وتعالى مالك الماء، مالك الأمطار، مالك الرياح. من يملك دورة الأرض حول نفسها؟ الله سبحانه وتعالى. من يملك الشمس؟ من يملك هذا الشيء الذي أمامك؟ الله سبحانه وتعالى. كلمة مالك بيده، يعني هذا مملوك، والله هو المالك. فالإنسان إذا عرف أن الله ملك كل شيء بيده، إذا كان نظر إلى عينيه فرآهما واسعتين دعجاوين فقال ما أجمل هاتين العينين فهو أحمق، لأن الله مالك العينين. فإذا سلب الله منهما نورهما فقد بصره. من يملك هذا السمع المرهف؟ الله سبحانه وتعالى. من يملك هذه القوة؟ يكون إنسان بكامل صحته بنشل على حمالة، بده كرسي مجور بيتأفف منه أقرب الناس إليه. من ملك يملك القوة؟ الله سبحانه وتعالى يملك القوة. فالدعاء النبوي ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. من يملك هذا العقل؟ الله سبحانه وتعالى. إذا اختل أقرب الناس إليه يتوسطون كي يدخل مستشفى المجانين، يخافوا منه، بصير هو رتب البيت سواه معه شهادات عليا، قبل أولاد ما بدنيا، خاف منه، خاف من بابا، بقول لك خاف منه. الله مالك العقل، إذا سحبه يخوف الناس كلها. بصير أخي ما تضبوه، هذا ابنكم ما تضبوه، شو تضب فيه؟ يعني عم يأذي الناس. راح العقل. مالك العقل الله سبحانه وتعالى. مالك القوة، بدون قوة بينشل الإنسان، صار عبء على الناس. واحد أخذ دكتوراه بالجيولوجيا وجاء لبلده معه زوجة فرنسية وتمتع بمنصب رفيع جدا، وعطوه سيارات وعطوه بيوت، فقد بصره. زاره صديق اللي قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتكفف الناس وليس على ظهري إلا هذا الرداء وليس عندي شيء في الدنيا، ويرد الله إلي بصري. من هو مالك البصر؟ الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا واحد فقد بصره قد يكون إيمانه أعلى من كل الفاتحين، ما تعرف، هي بعلم الله عز وجل، شيء مؤقت. يعني حتى إذا واحد مؤمن فقد بصره يرقى عند الله بفقد بصره، قد يسبق المبصرين. لكن إذا واحد له بصر نعمة،
وإذا فقد نعمة. البصر نعمة وفقده نعمة إذا تعمقت في التوحيد. كل نعمة من الله عز وجل. كلمة مالك يوم ملك الناس، كل شيء بيده، ما بدك شيء. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. أما الإله المسير، تحريك الأفلاك بيد الله عز وجل، تحريك الأرض بيد الله، تحريك الشمس بيد الله، حركة القمر بيد الله، حركة الأمعاء بيد الله، حركة القلب شوف المخطط بيد الله، والله الحركة منتظمة بيد الله عز وجل. إذا واحد خطف قلبه شاف الشريط الطويل، قال الطبيب حركة منتظمة ما فيك شيء، بيد الله عز وجل. في ضعف في اضطراب خفيف بيد الله عز وجل. حركة العضلات بيد الله، حركة عدوك بيد الله. كلمة مسير في معنى الحركة، كل شيء بيتحرك بيد الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طبعا في عندنا مجموعة آيات وأحاديث، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا التوحيد. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أتحاجوني في الله وقد هدان، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني ولا أخاف، قال سيدنا إبراهيم، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. الأمر بيد الله عز وجل، إذا الله شاء ممكن يصير لي هذا الشيء المخيف بيد الله، في معنى إله الناس. إذا الله شاء له أن يصل إلي يصل إلي، فأنا أخاف منه ولا أخاف منه، أخاف منه إذا شاء الله له أن يؤذيني، ولا أخاف منه إذا لم يشأ الله له أن يؤذيني. لذلك الأفعى لا تلدغ، قال الموحدون عندها لا بها، يعني عند إرادة الله لا بها، هي لا تلدغ. والعقرب لا يلدغ إلا إذا شاء الله، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال بعض المفسرين إن كل شر في الأرض مبعثه وسوسة الشيطان، الشيطان يوسوس. بعضهم قال هناك ثلاث مصادر للوسوسة. الأول، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أيام النفس المنقطعة عن الله عز وجل البعيدة عن الله أمارة بالسوء، مصدر داخلي بحث. وهناك وسوسة من شيطان الإنس، وهناك وسوسة من شيطان الجن، ثلاث مصادر. أما ربنا عز وجل قال ولكل نبي جعلنا عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. في شياطين الإنس وشياطين الجن. شيطان الإنس يقول لك وين حطيت مالك؟ بالبيت؟ الله يصلحك، بيقتلوك مشانه، حطوا فائدة مثلا بقنعك، إذا رقي بالبيت خطر، أما بالبنك في فائدة، تأخذ لك بالسنة 5-6 آلاف وأحسن من بلد، إلا تنتفع فيهم. بدك هاتهم، ما بدك إياهم تخاف، حرام هاتهم أو أخذهم، بس حطهم بالبنك مثلا. هذا شيطان بيقول لك مثلا في حفلة بالفندق الفلاني بتنسر مناظر بهيجة جدا، اختلاط نساء،
هذا شيطان. كل إنسان دعاك لمعصية شيطان. قاعدة، إن كان اختلاط، إن كان خمر، إن كان ربا، إن كان سرقة، إن كان أكل مال حرام، كسب غير مشروع، أنت عندك أولاد، الناس كلها هيك، الناس كلها هيك، هذا شيطان. انسي هذا من الإنسان. أي كلام تسمعه من بني البشر يدعوك لمعصية ويزين لك المعصية ويريك المعصية شيئا معقولا ضروريا لا بد منه، هكذا الناس، هذا هو شيطان الإنس. لذلك قال بعضهم: ومن شياطين الإنس المشاؤون بالنميمة. من شياطين الإنس بائعو الشهوات. إذا واحد فتح دار سينما مثلا، فتح دار لا ترضي الله عز وجل، فتح محل يبيع أشرطة من نوع معين، هذا شيطان، شيطان الإنس يدعوك لمعصية، الدعوة للاختلاط، لأكل المال الحرام، لكسب غير مشروع، للاحتيال مثلا، لأي شيء يغضب الله عز وجل، هذا من وسوسة شيطان الإنس. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن شيطان الإنس نهيا قاطعا، فقال قال عليه الصلاة والسلام: نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقال أبو ذر: يا رسول الله، أول الإنس شياطين؟ قال: نعم، هم شر من شياطين الجن. إنسان مثلك مثله، لأنني حاكيك يقنعك، أنا لمصلحتك، وين رايح؟ هذا الذي يقنعك بالمعصية ويزينها لك ويفلسفها لك ويعطيها شكلا فكريا منطقيا، هذا هو شيطان الإنس. الزم من شر الوسواس. أول شيء، الوسواس له صفة مريحة جدا، أنه خنث. بمجرد أن تقول أعوذ بالله خنث، هو شيطان يوسوس، لكنك إذا استعذت بالله خنث. الصفة الملازمة له أنه يخنث، الصفة الملازمة له أنه يخنث. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الموضوع دقيق جدا هنا، موضوع الوسواس الخناس. قال عليه الصلاة والسلام: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل وسوس. فإذا واحد شعر بوسوسة معناها غافل، وإذا كان يقظ ما في وسوسة. علامة دقيقة جدا، حينما تشعر بوسوسة داخلية، قلت يا ولد مثلا روح شو عليه، تعلم السحر ولا تفعل به، واحد دعاك لحفلاته بالله، روح معلش تعرف على الناس، اختبر الحياة، تعرف للمعصية عشان تجتنبها. هذا كلام الشيطان، شيء منطقي، تعلمها كي تجتنبها، ادخل معترك الحياة، انجرم، عرف كل شيء، لا تكون غبي، لا تكون شقفة واحدة. شيء جميل، هذا وسواس، معناها الإنسان غفلان عن الله عز وجل. إذ الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله تعالى خنث، وإذا غفل وسوس. شيء آخر، قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. يتخلى عنه الشيطان، بورثه يتخلى عنه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان أحيانا بيوسوس لك أمور ما مضت، تقعد بالصلاة، رحت مشوار من 5 سنوات، يذكرك فيه بالتفصيل، مرحلة مرحلة، بالصلاة تخانقت مع ابن عمك من 10 سنوات، تجي ببالك بالصلاة، شو قال لك، شو قلت له، شلونك بهدلته، وشلون تحداك، بالصلاة كله، طيب قصة مضت هي،
آل الشيطان بوسوس للإنسان في صلاته عن أمور مضت، وله طريق آخر عن أمور ستأتي. غدا تصبح صاحب محل تجاري، تشتري سيارة، تأخذ بيت، تعمل مصيف مثلا، تشتري هيك أرض تعمل لها فيها مسبح وفيلا تزرعها تفاح، هذا كله بالصلاة. اشترى الأرض ودفع حقها وكوبها وحفر أساسات وأول طابق والثاني، بعدين بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وواقف، بينسى حاله قاعد لما واقف، بيقرأ التحيات وواقف بعدين، يا أما بيذكره بأمور مضت أو بأمور سوف تقع. الشيء الثاني، وأما في الحاضر يوسوس له بالمعصية، افعل، انظر، لا تدع هذه النظرة تفوتك. امرأة مرت في الطريق، طلع تعرف على مواصفات الجمال عشان تخطب. كمان الشيطان ذكي، يعني بيجي للإنسان من تفكيره، من عقليته، من قيمه، النظرة مباحة للخاطب، مو لهيبة، خيناوي تأخذها أنت هي. بعدين النسيان، ربنا عز وجل قال وإما ينسينك الشيطان. الشيطان بنسي العمل الصالح، وعد أخته يعطيها كل شهر 200 ليرة، بيجي أول شهر بنسي المبلغ، كل ما حاول هلأ بعدين بعد ساعة بس تسيء تعطيها، ثاني يوم اليوم الخميس السبت تعطيها، يمضى أول سبت وثاني سبت والثالث والرابع ما أعطاها شيء. هي من عمل الشيطان، بنسي العمل الصالح. بيكون في عنده درس، هلأ عدلك شوي، بيطول يجي الأستاذ بيطول عدلك شوي، بيجي بآخر الدرس، استنى بآخره. فالنسيان أيضا من الشيطان. النعاس، قيل النعاس في مجلس الذكر من الشيطان. هو الساعة بتلاقي عم يتاوب نعسان، بيروح على هالبيت في شيء، تم الساعة واحدة سهران نشيط وقاعد، وهاتوا قهوة وهاتوا شاي. ليش بمجلس الذكر نعسان؟ هذا من الشيطان. والخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. النسيان والنعاس والخوف والتذكير بأمور ماضية والتذكير بأمور مستقبلة وافعل ولا تفعل فيما يغضب الله عز وجل، هذا كله من عمل الشيطان. إلا أن الشيطان لا يملك على ابن آدم سلطة، لا يملك عليه سلطانا. يقابل الوسوسة الإلهام، الغافل يوسوس له، أما المؤمن يلهم. ربنا عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. كان مستقيم الحرف، كانت محجبة تفرت، أولياؤهم داخل قال عم يضيق نفسها، كانت محجبة تفرت، كان تعامله حلال صار حرام، كان ما يقبض مبلغ قبض مثل الناس، مثلك مثل الناس عندك أولاد والأسعار غالية كثير، كلام شيطان. فبيقابل المؤمن الإلهام. ربنا عز وجل قال وأوحينا إلى أم موسى وأوحى ربك إلى النحل، هذا وحي إلهام. تلاقي المؤمن مشدد، ملك عملهم العمل الصالح، الاستقامة، العمل الطيب. في عنا فرق بين الوسوسة والإلهام، فرق علمي. كل ما يأمر به كتاب الله والسنة المطهرة، إذا جاءك خواطر بهذا الموضوع فهي إلهام من الملك، وكل ما نهى الله عنه في الكتاب والسنة إذا جاءتك خواطر من هذا الموضوع فهو من الشيطان. المقياس إذن الكتاب والسنة، معنى مقياس ثاني الذي يتوافق مع كتاب الله إلهام ملك، والذي يتعارض مع كتاب الله وسوسة شيطان من الإنس أو من الجن. آخر شيء، المؤمن إذا جاءه شيطان وقل ما يأتيه لا يسترسل معه، والدليل قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يقصرون. أما المنافق يمشي مع الشيطان إلى آخر الطريق، أما المؤمن من أول الطريق، أول ما يحس بالوسوسة يوقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فالمؤمن لا يسترسل مع الشيطان، لكن المنافق يسترسل.
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قال إذا واحد دخل لبيته ولم يسلم قال الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت، هون نايمين الليل بالبيت طول الليل خنايق ومشاكل وصباب وصياح تكسير بواب ما سلم لأنه. قال وإذا جلس الرجل إلى الطعام فلم يسمي قال الشيطان لإخوانه أصبتم العشاء، كمان في أكل تأكلوا معهم ما بيشبعوا الأكل ما بيكفي. قال فإذا دخل الرجل إلى بيته ولم يسلم وأكل ولم يسمي قال الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت والعشاء، المبيت والعشاء معا. إذا الواحد دخل بيت يسلم يذهب الشيطان يستعيذ بالله من شر كل شيء من الجنة والناس. الآن رفيق السوء شيطان الإنس، حاشية السوء شيطان الإنس، النمام من شياطين الإنس، بائع الشهوات من شياطين الإنس، الدعوة إلى الربا من وسوسة شياطين الإنس، الدعوة إلى الزنا بكل أنواعه من وسوسة شياطين الإنس، الدعوة إلى الميسر إلى الخمر إلى الاختلاط كل معصية نهى الله عنها الدعوة إليها مع فلسفتها وجعل الكلام منمقا عليها فهذا من شياطين الإنس. فهذه السورة أصبحت بمجموعها قل أعوذ برب الناس، عرفنا ما معنى الرب، ملك الناس بيده ملكوت كل شيء، إله الناس المسير، من شر الوسواس الخناس، بمجرد أن تقول أعوذ بالله يخلص، الذي يوسوس في صدور الناس يعني في النفس من الجنة والناس، والحمد لله رب العالمين.